دلوقتي الاكل في الشارع يجوز ولا لا يجوز وانا ماشي لو باكل سندوتش؟ يجوز لكنه من خوارم المروءه، لست بمحترم يعني. يعني في العرف يعني السائد، اذا انت مثلا جئت واكلت في الشارع، عفوا في مدينه تختلف عن الشارع في قريه. اذا كنت في قريه عندنا مثلا، الرجل الذي ياكل في الشارع غير محترم، لكن في المدينه الامر فيها واسع، كل الناس تاكل في الشارع. لكن اذا مشيت تلحس الايس كريم في الشارع، حلال لحس ايس كريم، لكن هل تكون محترم؟ لا صح. اي الاماكن تختلف، الاماكن تختلف. شكرا لك.